احنا ذهبنا الى بالتعاون مع محافظة نينوى نعم الى مهرجان الربيع. زين. ومهرجان الربيع حقق طبعا في نينوى نعم. حقق نجاح منقطع النظير. طيب. كان الحضور لأول مرة منذ عام 2003 إلى يوم المهرجان نعم. ما شهد المكان لا في نينوى ولا غير نينوى باستثناء المظاهرات المليونية التي حدثت نعم. ما شاهد حضور جماهيري متابع ومتلهف مثل ما شاهد في مهرجان الربيع فقط مقابل المنصة. نعم. احنا كنا نتوقع العدد يعني يتجاوز او لا يتجاوز 50,000 ولكن العدد عبر 80,000. طيب. وهذا كان وصل رسالة الى ان نينوى الموصل عادت مدينة آمنة بامكان السياسي والسائح والاخر والمستثمر ان يذهب الى نينوى للعمل بها.